المهندس محمد الأمين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة إنفينيتي للطاقة الجديدة. الحقيقة يعني مصر إن شاء الله على أبواب افتتاح مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كوب 27، وهناك في عاملين مهمين جدا: رخص التكنولوجيا الخاصة بتطوير الطاقة أو استخراج الطاقة من الرياح ومن الشمس، وفي بنية تحتية تكنولوجية قامت بها مصر بالفعل في هذا الشأن. لكن إزاي الصندوق مثلا ينمي في وجهة نظركم هذه المشاريع حتى نحصل على مشروعات لإنتاج الطاقة الجديدة ومتجددة من الشمس ومن الرياح، وتكون مصر مركز أو تؤكد دورها كمركز إقليمي في هذا الشأن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة. مبدئيا لازم، أنا في وجهة نظري يعني عشان المواضيع دي يبقى فيها استمرارية لازم يبقى في خطة واضحة وطويلة الأجل. يعني كل اللي احنا مثلا ابتدينا بمشروع بنبان بالطاقة الشمسية، كان مشروع هايل والفريم ورك هايل وطلع ناجح الحمد لله، بس الدنيا وقفت بعدها. اللي محتاجينه لازم خطة 15 سنة 20 سنة، عارفين كل سنة الكاباسيتيز اللي هتيجي يعني مطلوبة تخش على الشبكة ايه كل سنة، عشان نعرف احنا يعني نبلان اهيد ونعرف نحقق الكلام ده. ده موضوع. موضوع تاني، يعني احنا مشكورا مع الصندوق السيادي بنتكلم على مشروع التاكسي الكهرباء والبنية التحتية بتاعة التاكسي الكهرباء. ان شاء الله المشروع ده يعني يبقى ناجح جدا برضو ويرجع بفايدة على البلد على المدى الطويل من حيث صحة المواطن والمناخ يعني بتاع البلد. يعني ف يعني وجهة نظري الشخصية لازم يبقى في استمرارية، عشان أول لما يبقى في استمرارية في البرنامج زي مثلا مشروع تحلية المياه مثلا، ده يعني أنا شايفه بروجرام إن شاء الله هيبقى ناجح جدا، إن استمرارية واضحة وعارفين البروجرام إيه لمدة 30 سنة اللي جايين. من حيث الطاقة المتجددة الرياح والشمس، انا برضو عندي وجهة نظر ان الانرجي سيكوريتي في العالم ما بقاش دلوقتي الغاز فين ولا الاويل فين، بقى المنتج المكونات المشاريع دي بتنتج فين. فمثلا مثال، مثلا لو جينا كل المنتجات دي جايه من الصين مثلا كالسولر وكالرياح الرخيصه، لو الصين في يوم قررت ان هي مش هتصدر الكلام ده ومحتاجاها للانتاج المحلي بتاعها، فجأة المواضيع عندنا المشاريع دي كلها وقفت عشان ما عندناش الكومبوننتس اللي تخلينا نحقق الكلام ده. فأنا رأيي أول حاجة يبقى في خطة طويلة المدى وواضحة، بحيث نقدر إحنا كمطورين نخش في حتة الإنتاج المكونات دي عشان نعرف يبقى إحنا مستقلين، يعني عندنا الإنرجي سكيورتي كمصر وكمنطقة إن إحنا نكمل في المشاريع دي. يعني ده وجهة نظري. شكرا جدا المهندس محمد الأمين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة إنفينيتي للطاقة الجديدة.